المغرب يسمح بمرور السياح إلى موريتانيا عبر الكركرات. قررت السلطات المغربية أمس الثلاثاء فتح حدودها البرية أمام السياح الأجانب الراغبين في دخول الأراضي الموريتانية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من منع عدد من السياح الغربيين من العبور نحو موريتانيا. وبحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام الموريتانية، فقد عبر فاعلون في مجال السياحة عن شكرهم للسلطات المغربية على قرار السماح بعبور سياح الأجانب إلى الأراضي الموريتانية، بعدما عقد فاعلون في مجال السياحة لقاء مع السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار، الذي التزم بحل مشكلة عبور السياح الغربيين الأراضي المغربية إلى موريتانيا. يأتي ذلك بعد اتهام عدد من الفاعلين في المجال السياحي بموريتانيا قبل أسبوع المغرب بمنع عدد كبير من السياح الغربيين من الوصول إلى موريتانيا بعد أن قطعوا مسافات طويلة باتجاهها.